اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده فقره تدريبيه تعليميه لكل الامهات الصغيرين اللي لسه مبتدئين مطبخ، مع ان انتوا شطار واشطر مني، ولكن في هوات مطبخ، في بتحب تخش المطبخ تعملي حاجه جديده، طلعنا بره اكلنا حاجه حلوه عايزين نعملها في البيت وهكذا. النهارده في نوع بطاطس مشهور جدا في بعض المطاعم، البطاطس المقليه مع الشيدر صوص والهاليبو صوص. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. الشيدر واخدين فكره عنه ان هو اللون الاصفر، تقدري تتحكمي في اللون. هنشوف الكلام ده مع بعض ونعمل بطاطس مقليه على طريقتي، لان في مشكله لغايه دلوقتي بتواجهنا ان البطاطس تتحمر من بره او تسود وتبقى جوه لسه نيه، وما بتعجبش الاولاد بنشتريها من بره، مع ان بتاعت بره دي بطاطس مجمده باسماء مختلفه، فخليكي تعمليها طازه. حلو الكلام. معانا كمان جوانح الدجاج. جوانح الفراخ دي انا شخصيا بحبها من زمان، هنعملها النهارده مع بعض مع صوص الليمون. هي مشهوره ببعض المطابخ الامريكيه والمطابخ الغربيه مع الباربيكيو صوص، وبعض المطاعم بتقدمها مع الباربيكيو صوص، انما نعملها بالليمون صوص. هو ده الجديد النهارده، وفي اسرار كتيره لصوص الليمون لمطابخ كتيره. نشوف الشيف المغازي هيقدمه النهارده ازاي بطريقه بسيطه وسهله. معانا لحمه مفرومه، نعملها ايه؟ نعملها برجر. البرجر مدارس مختلفه وشركات كتيرة بتتنافس على إنتاجه وتصنيعه. الشيف المغازي النهاردة يحط نقط على الحروف ويعمله بطريقة سهلة. تقدر تقدميه مع بيض، مع شرايح جبنة، تبقى لطيفة وجميلة. تقدر تقدميه مع المشروم، أنا هقدمه النهاردة مع المشروم، وصوص المشروم اللي واخد اللون الكهرمانة بيبقى لطيف وحلو على البرجر. حلقتي فيها تفاصيل كتيرة ومعلومة غير معلومة، وفقرة تدريبية يعني فيها شوية شرح نظري وشرح عملي، فعشان كده النهاردة نتابع الحلقة بكل حرص عشان مبتدئين مطبخ، هوات مطبخ. حلقة لطيفة جميلة مع بداية أسبوع سعادة وهنا يا رب على كل اللي بيشوفونا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا مع بعض نعمل البرجر بالمشروم، نشوف نعمله مع بعض ازاي، والشطارة انك تعمليه زي بشغل المطاعم بالظبط عشان ولادك متعودين على كده، لان هم متعودوا وهم صغيرين ياكلوا من بره مثلا عينيه. حاضر. انا بحط بس روزماري علشان نقول لضيوفنا ان صوص الليمون ده واخد طعم الروزماري. المقادير على الشاشه: صويا صوص باودر ولحمه مفرومه. حلو قوي. صويا صوص باودر ولحمه مفرومه، كل دول مع بعض، ومعانا ملح وفلفل وبصل باودر وتوم باودر. في العادي بنعمل ايه يا عم الشيف؟ كل دول بيطحنوا في كبه، انا مش هطحن في كبه النهارده. نشوف نعمله مع بعض ازاي. بجيب بوله ازاز واشيل دي من هنا كده، ومعانا اللحمه المفرومه اشيلها تمام زي الفل. باخد اللحمه المفرومه دي كده، وفي وسط الجزار يفرمها لك ناعم مش خشنه، علشان ما تروحيش البيت تشغلي كبه وخلاط، عندك طفل صغير نايم تزعجيه، جوزك راجع من الشغل تعبان وعايز يريح ساعه قبل الغدا، بتعملي ايه؟ بعمل لك برجر يا حبيبي، مش انت عايز تاكل برجر النهارده؟ وتصحي الراجل من النوم عشان بتشغلي الايه المفرمه. هنحط البصل البودر والثوم البودر والصويا المنقوعه في الميه مسبقا، اهي شايفين القوام بتاعها اهو بالشكل ده كده، بنزلزلها اهو شوية. حلو، ما نكترش كتير، ونظبط الملح والفلفل بتاعنا والبابريكا، وحط بقى البهارات اللي انت حباها، شوية مستردة حلوين، فص ثوم حلو محترم دلوقتي كمان، ملح بتاعنا مظبوط كده، عينيا كله معاك يا كله على عينك يا تاجر. بابريكا، ثوم ني زي الفل، كل دول مع بعضيهم. اشيل ده من هنا واروق الدنيا، هقلبهم بيدي كلهم دلوقتي، خلي بالك. تمام، معانا مستردة، معانا مستردة، نحط شوية مستردة. مستردة جوه عجينة البرجر؟ جرب اللي انا بقوله ده. يلا زي الفل، نقلب كل ده مع بعضه، كل ده مع بعضه. تقليبة قوية يعني. عندك عجانة حطهم في العجانة.
بس انا مش هحطهم في الكبه عشان عايز وانا باكل البرجر احس بالجرشه تحت اسناني للصويا واحس بجرشه اللحمه، اعرف كل حاجه طعمها ايه. عندي جريلا بتسخن على النار او طاسه. عجنها كويس بايدي. حطيت الملح تاني، اكتبوا ورايا بقى عشان الطريقه دي مهمه جدا. ملح وفلفل، بصل باودر وتوم باودر. دي ما بتاخدش بصل مبشور علشان ما نشمش ريحه البصل واحنا بناكل البرجر. خلي بالك، بصل باودر وتوم باودر. عايزه تحط بصل طازه دخليها بقى جوه المفرمه او جوه الكبه زي ما انا شغال كده. حطيت توم طازه. نعم يا غالي. نعم يا ابو حميد. تاني نقلب دول مع بعض. الله الله. اللهم صل على النبي. طب نصنع البرجر ازاي؟ واحده واحده مع بعض. شيل ده من هنا بقى كده. انا هعمله بالمشروب طبعا. حلو قوي زي الفل. تمام. البرجر اهم حاجه نعمله ازاي. ده برجر بيتي، عمرك ما هتاكليه في المطاعم بره زي ده. احنا مش عارفين اللحمه دي ضاني ولا بتلو ولا كندوز ولا 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 ولا. حته لحمه حلوه هبره من عبد الجزار. جبت الصويا نقعتها في ميه 5 6 ساعات، انقعيها احطها في الثلاجه باتت ليله مفيش مشكله. فين الصويا في قلب اللحمه؟ حد يطلعها لي كده. معايا فرسان التلفزيون المصري لاساتذه المصورين. دابت جوه اللحمه. بصل باودر وتوم باودر والعب بيها في ايدي كده. ادلعها. مش لازم اسويها، هي الفكره كلها ازاي تعمليه. احنا معانا طاسه نعمل قطعه دلوقتي مع بعض عشان المخرج بيخوفني يقول لك معايا دقيقتين هتقدر تعمل. انا عايز اوصل المعلومه بس للساده المشاهدين. اللهم صل على النبي. طلع البرجر. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. ممكن بقى تعملي ايه بقى؟ تخليها في الثلاجه كده ساعتين زمن زي ما هي كده، يوم كله يتعرف على بعضه، الانسجه تنسجم كلها مع بعضيها. معانا طاسه على النار او جريلا زي ما انت حابه. عينيا. حاضر. انا هحط حته على الجريلا كده عشان الساده المشاهدين يشوفوها، وبعدين نبقى احنا وصلنا المعلومه ازاي نعمل برجر في البيت. اما عمليه التسويه ديت احنا حافظينها لان بنشتريه من بره وبنسويه في البيت. بس خلي بالك وانت بتسوي البرجر لازم تكون الجريلا بتاعتك سخنه، ما ينفعش تكون بارده. ليه يا شيف؟ لان دايما البرجر او الستيك مشوي او بتشوي لحمه لما بتكون النار شديده والطاسه شديده بتعملي عمليه صدمه لحته اللحمه، بتعملي احتباس للصوص بتاع اللحمه او الجوس بتاع اللحمه او السوائل بتاعه اللحمه او السائل اللي موجود في حته اللحمه، فده مهم جدا على فكره. اللهم صل على النبي. سكينه صغيره كده. يلا يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. سكينه مشرشره. البرجر عملتيه في البيت ازاي؟ ولا مكنه برجر بقى ولا تقطيع ولا الجو اللي احنا عارفينه خالص. حته لحمه تتاكل وهي نيه. اهي 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 عينيا. حاضر. هحطها اهي اهي اهي. جريل على النار، نقطتين من الزيت، معلقه زيت صغيره. جيب لي اللحظه دي، لحظه مهمه جدا. دي مش تاخد سوا كتير. واشيلها كده بالراحه. اللهم صل على النبي. البرجر على طريقه الشيف المغازي. حلو. ودي كمان. زي الفل. عندك عيش، حمر العيش وابدا اعمليه بقى باللي هي بشرايح الجبنه زي ما انت. شفت انا بقطعه ازاي بسكينه مشرشره. كانك بتقطعي سوسرول محشي شوكولاته. عينيا. النهارده حلقه النهارده سامحوني تاني مره معلش، فقره تدريبيه تعليميه لهواه المطبخ. والله شم ريحه البرجر لطيفه وجميله جدا اهو بالشكل ده كده زي الفل. عملنا البطاطس بالهلبين وصوص وصوص الجبنه الشيدر، عملنا جوانح فراخ لطيفه وجميله بالليمون صوص، عملنا البرجر على النار ومعايا فرسان التلفزيون المصري جايبين. انا عايز بس بعد اذنك بعد قبل ما نطلع جيب لي التفاصيل بتاع حته البرجر وهي بتستوي من تحت. شفت اي جمال والحلاوه دي؟ هو ده.
رؤيا فن ابداع تدريبي لهواة المطبخ، كل يوم بتشوفه على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.